بمنتهى البساطه الموضوع يتلخص فكره ما يعانيه المثقفين في بيبا من هموم ومشكلات بتواجههم في ممارسه نشاطهم داخل هذا المكان. المكان ده يعني بعيدا عن فكره ان انا ممكن ابالغ او انحاز له كابنه، ممكن نشوف اراء الناس بره واراء كل حد كان ليه علاقه بالمكان من قريب او من بعيد علشان يقول لك بنفسه ان هذا المكان كان صرح ثقافي غير عادي. مشكله قصر الثقافه بيبا بدات سنه 2007، كان هنا السيد المحافظ احمد زكي عابدين، وبدا ان هو نعرض عليه ان هو يبدا يطور معانا القصر، فبرع من صندوق خدمات المحافظه ب 500,000 جنيه. جت على مجلس المدينه والاسكان وتم اسناد المناقصه المعول بالفعل، وتم العمل بالفعل في القصر. وعن يعني لما بدات الهيئه تعرف بدات لنا لجنه من الاداره الهندسيه للاشراف على العمل. فتعرض العمل مع المقاول مع الشغل الخاص بالمسرح والمواصفات الخاصه بالمسرح بالنسبه للهيئه العامه للقصور والثقافه. طلبوا مني يعني توقف العمل لحين عمل مقايسه جديده ب 2 مليون جنيه. نتكلم مثلا عن نشاط المسرح، يعني نشاط المسرح في بيبا، فرقه بيبا المسرحيه بعد الفرق الاكاديميه التخصصيه هي افضل فرق الثقافه الجماهيريه باعتراف كل المخرجين اللي جم من وجه بحري او وجه ابلي او كل اللي شافها في مهرجانات. فرقه بيبا من اميز فرق الثقافه الجماهيريه على الاطلاق، لم تكن اميزهم مؤسسه الاستاذ حمدي الدزي رحمه الله عليه، مات توفى السنه دي، الاستاذ رجب عبد النبي احد افضل ممثلين الهيئه العامه لاصول الثقافه على الاطلاق. فرقه قويه قوي وحققت جوائز كتير قوي في مهرجانات كتير جدا. بيبا المسرح بيبا اعتقد هو المسرح الوحيد اللي انتج او اللي اخرج من 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 جواه مخرجين معتمدين. توقف العمل 5/7/2008، ده بالنسبة للمقاول، وتم تصفية الحسابات بين المقاول والهيئة وبين مجلس المدينة والإسكان، وتم تسليمنا الأجزاء اللي هي تم تركيبها والأجزاء الحاجات اللي هي الجديدة اللي ما تركبتش وما زالت متشونة عندي في القصر. طبعا تم الفرقة آخر العروض ليها كان مسرحية وحوش تغني محمود ممدوح عدوان وسلطان الحائر توفيق الحكيم 2010 اعتقد 2011، وقفت الفرقه تماما بعد اللي حضراتكم شايفينه في القصر. ما بقاش في شغل، يمكن بس بدانا يعني المثقفين بقى والناس اللي حابه تكمل مسرح بدانا نتجمع من جديد كشباب صغير بقى. عملنا تجربه نوادي مسرح السنه اللي فاتت عشان نحس ان كان في مسرح، ما طبعا الشرايح الكبيره وقفت. طلبنا زياره رئيس الهيئه كان الدكتور سيد خطاب، وجه حضر بالفعل وشاف الوضع على الطبيعه واشار بان في ان شاء الله في مقايسه جديده يتم عملها الكلام ده في شهر 1/2016. بعد مناشده من السيد المحافظ والساده اعضاء مجلس الشعب، جت بالفعل لجنه من الاداره الهندسيه بالهيئه وعملت مقايسه للجديده بمبلغ 7 مليون جنيه. وتفضل الساده اعضاء مجلس الشعب خطاب من السيد وزير الثقافه بالاعتماد بالفعل وادراج القصر في خطه 16/17. بعد كده جانا مهندس من الاداره من جهاز الخدمه المدنيه قال ان احنا فعلا داخلين مناقصه وان شاء الله هنشتغل قريب. جاء بعد كده السيده الفاضله ميرفت ميشيل عضوة مجلس الشعب عن بيبا والفاشن وسموسه، قدمت طلب احاطه للسيد وزير الثقافه ولحد دلوقتي ما حصلش اي جديد. احنا كشباب عندنا طاقه بنيجي نشتغل عرض نادي مسرح بانتاجه تقريبا 1000 جنيه، الشغل فيه شغل تطوعي بدون اجر. بنعمل ورش نشاط صيفي يعني مع بعضنا، لكن طبعا انت شايف خشبه المسرح، شايف المكان، احنا حابين اللعبه، ففكره حابين اللعبه بتطغي على كل حاجه، لكن جوانا مشاكل. اما بالنسبه للاثر ده على الفرقه طبعا ما فيش انتاج. على ابن سويف طبعا في مشاكل كبيره، كان فرقه الفاشن، فرقه هناسيا، فرقه ابن سويف، كلهم بيسالوا في فرقه بيبا عايزين نشوفها، وحشونا فكره التنافسيه. خلاص يعني شبه انعدمت تماما. حضرتك دلوقتي انا عندي كان عندي هنا 47 موظف. لما طبعا بدانا نشكي من تكدس العماله عندنا في القصر، تم توزيع 22 موظف على المواقع الثقافيه، وده مش حل. احنا الحل اللي احنا بنطالب بيه يصلحوا لنا المسرح حتى، بس يعملوا لنا يرجعوا لنا المكان زي ما كان، احنا مش عايزين اكتر من كده. عندنا ناس كتيره والله، وبنات كتير قوي وشباب صغير قوي بيكتب وحابب يكتب، مين يحتضن ده؟ مين؟ عندنا القصر كله ضلمه، يا دوب نحط لمط كده، بنت في بنات تيجي من بره تخاف تدخل القصر.
في بنات بتخاف تدخل القصر، في شباب يقول في ايه اللي بيتم جوه، الا يعني من رحم ربي بقى اللي هو بيغامر ويدخل.